السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم طريقتي السهله والبسيطه في تنقيه الخرشوف، يعني كيفاش كننقي الخرشوف بلا ما ياخذ ليا وقت طويل. كيف كنعرفوا ان بزاف الناس كيعييهم في التنقيه ديالو، كيصبغ في اليدين. فاليوم ان شاء الله كنت حطيتها لكم سابقا العام الفايت، وبغيت نعاود معكم ان شاء الله كيفاش غادي نقيو وكيفاش غادي نصبروا باش تحتفظوا به مده طويله بالنسبه للناس بحالي اللي كيعجبهم بزاف وكيبغيو يتناولوه باستمرار. اذا يبقى عندكم بدون مجمد بدون ثلاجه الوقت اللي بغيتو. هنا غادي ناخذوا شي حاجه من هذوك اللي كنغسلوا بهم الماعن في الكوزينه، يعني كتكون حرشه شي شويه، هذوك الاسفنجات ولا البونجا ديال الكوزينه تكون حرشه شويه، المهم انها تكون نقيه بحال هذوك اللي كتشوفوا معايا، راه جداد عمرهم ما تستعملوا. لا كنا كنغسلوا بها ما يمكنش لنا نعاودوا نديروها من الماء عند الخرشوف. اذا غتاخذ شي وحده نقيه جديده وتخليها لهذا الغرض. كنشدوا الخرشوف ديالنا كنحلوه بحال هكذا وكنشدوها نبقاو نحكوها، غير كتمشي وتجي هكذا بيدك كتلقاها تنقات، تحيدوا لها كاع دوك الخويطات، كلشي تحيد منها. وممكن هذيك اليد الاخرى اللي شادين بها الخرشوف الا خفتوا تصبغ لكم فيها ممكن تشدوا بشي حاجه بلاستيكه ولا ديروا ليغا ولا اي شيء. المهم انها طريقه سهله وزوينه ما كيصبغش ليا نهائيا في اليدين، يعني كنصايبو بكل سهوله كيف كتشوفوا. صافي ها هو تصايب. ها نسول نخدم معكم واحده اخرى، كناخذ الخرشوف ديالنا كنحيدوا له دوك الزوائد اللي في الجناب وكنسرحوها بحال هكذا، كنحكوها من جميع الجوانب غير هكذا كدوز عليها كتلقاها نقيه ومقاده. اذا بالنسبه لهاد ديال المعنات اللي كندير بهم ممكن ديروا اي وحده، ممكن ديروا ديك الشيته اللي هكذا طويله، هذه ديال المعن، هذه ديال ايكيا راه غير بخمسة دراهم ولا ستة. ها نتوما كتشوفوا نقيه مخليها هكذا لهاد الغرض، ولا تاخذوا الاسفنجات العاديه غير ديال درهم عادي ديروا بها نفس القضيه. صافي وها هو واجدين الخرشوف ديالنا. من بعد ما كنكملوا كنقطعوا بهذه الطريقه، شوفوا معايا كي كندير ليه، كنقاد هكذا واحد 3 4 5 مقابلين مع بعضياتهم وكنقطع باش كيجي في نفس القياس. اذا دائما هذه هي طريقتي في تنقيه الخرشوف. الان ان شاء الله غادي نوريكم هذه الكميه اللي قاديت كيفاش غادي ندير لها حتى غادي نصبرها وتبقى عندي مده طويله. اول شيء ملي كنكمل التنقيه ديالو بسرعه كنديرو في الماء وكندير عليه الحامض او الليمون باش ما كيكحلش، كيحافظ على اللون الاخضر الجميل ديالو. ها نتوما كتشوفوا وتغسلوه مزيان مزيان، ممكن تنظفوه باي شيء بغيتو، تنظفوه هكذا بالماء والحامض، ممكن تنظفوه بالخل حتى كتاكدوا انه نقي ومزيان. من بعد كديرو هكذا يتقطر في واحد الشبيكه، من بعد ما كيتقطر من الماء اللي فيه غادي نبداو عمليات التصبير. اذا ضروري ما يكون تقطر ونشف. كناخذو قنينات معقمه، قنينات ديال الزاج يكونوا كيتسدو مزيان. ها نتوما كتشوفوا. اذا هنا القنينات عندي غير القنينات العاديين اللي كنت كنشري فيهم قبل اي شيء، العسل، الكونفيتير، اي شيء هكذا كتعجبني شي قريعات كنخليهم لانني غنحتاجهم، وخاصه انني وليت كنصبر بزاف، كنصبر كيف كتشوفوا معايا في القناه ديالي الصفرجل، الخرشوف، بزاف ديال الخضر، يعني الخضر الموسميه اللي كنلقاها مره مره، يعني هكذا اللي توحم على شي حاجه يلقاها احسن من انكم تمشيو للسوبر مارشي وتشريوها باثمنه غاليه. وطبعا راه فيها مواد حافظه باش تصبر مده طويله، فيها مكونات اخرين. اذا هنا حنا كنوجدوها في البيت طبيعيه 100% وصحيه وزوينه، واخا نحتفظوا بها راه غتبقى محافظه على العناصر الغذائيه ديالها لانها راه ما دارت لا في الثلاجه لا في مجمد لا في اي شيء، يعني كتبقى كيف ما هي غير مصبره وصافي بطريقه طبيعيه. اذا هنا كيف شفتوا معايا كناخذ القنينات ديالنا وكنرتبوا فيها الخرشوف هكذا بالطول، يعني كنديروا بطريقه منظمه باش القنينه كتهز ليا كميه كبيره، لان الا حطيناها بشكل عشوائي دغيا غادي تعمر وما غاديش تملا مزيان. كندير بحال هكذا كيف كتشوفوا وكنستمر حتى كنعمر القنينات ديالنا. علاش كنكثر القنينات ما كنديرش وحده كبيره مره واحده؟ لان الا تحلات ما كتبقاش صالحه مده طويله. هاد الخرشوف هذا اللي درت يبقى عندكم حتى اكثر من عام كامل.
ولكن الا حليتيها ما غاديش تبقى صالحه، يعني خاصك ديرها في الثلاجه وتستهلكها تقريبا في حوالي واحد الاسبوع. من الافضل باش نحافظوا على صحتنا. اذا هانتوما كتشوفوا انا درت الخرشوف ديالي، كنشفو دائما. انا درتو في القنينات ديالي. الان ان شاء الله غادي نشوفوا المكونات اللي غادي نحتاجو مع هذا الخرشوف. غادي نحتاجو الماء، الماء عادي من الروبيني، يعني ما سخنتو ما والو. وغنحتاجو واحد المعلقه ديال الملح. غنشدو ديك المعلقه ديال الملح نديروها في الماء ونخلطو ونبداو نخبيو على القنينات ديالنا. يعني كنفرغو فوق الخرشوف حتى كيعمر عليه، كيتغطى. لابد انه يتغطى داك الخرشوف ديالنا. من الافضل ما تعمروش قنينات بزاف باش تلقاو فين ديروا الماء، يعني خصو يتغطى. هانتوما غادي تشوفوا معايا من بعد ما غادي ندير الماء، غادي ندير الحامض او الليمون. ناخذ عصير الحامض، واحد نصف ملعقه تقريبا في كل قرعه. الا ما عندكمش الحامض ممكن ديروا بلاصتو الخل، نصف ملعقه خل او نصف ملعقه ليمون حامض. اذا انا كيعجبني بزاف الحامض، كنستعملو في اغلب الوصفات ديالي، حتى في الكيك وفي الحلويات كنستعمل قشور الحامض. يعني اللي متبعيني راهم عارفين كنحاول ما امكن نتفادى الاشياء المصنعه، كندير اشياء طبيعيه. اذا بعد ما درت ديك نصف ملعقه ديال الحامض في القنينه كنسدوها، وباش نتاكدوا انها محكمه الاغلاق ضروري ما ديروا ورق المطبخ. علاش؟ لان ملي كنديرو كنسد كنتاكد انها مسدوده مزيان مزيان وما غتطقش ليا نهائيا في الطبخ ولا في اي شيء، يعني غتبقى كيف ما هي وتمنع تسرب الهواء وتحافظ على الخرشوف اللي فيها لداخل المده اللي بغينا. اذا بهذه الطريقه كندير ورق المطبخ وكنسد مزيان مزيان. ومن بعد كنجيب واحد الطنجره، الطنجره اللي بغيتو، اما طنجره عاديه ولا طنجره صد الضغط اللي غادي نطيبوا فيها. الفرق بيناتهم ان طنجره الضغط كيوجد في وقت قصير بزاف، يعني دغيا كيوجد لينا. في الطنجره الاخرى غادي نزيدو شويه د الوقت وصافي، هذا هو الفرق. اذا غادي ناخذ طنجره الضغط، غادي نخوي الماء من الروبيني عادي، غادي نخويه حتى يفوت تقريبا النص ديال القراعي. والان غادي نسد الطنجره ونحطها فوق النار. غادي نسد الكوكوط نحطها فوق النار، النار متوسطه في الاول حتى كيطيب لينا هذا الماء، حتى كنسمعوا الكوكوط صفرات عاد كنقصوا النار، كنديروها نار مهيله وكنخليوه تقريبا واحد بين 20 دقيقه حتى نص ساعه. الا درتوا النار مهيله مهيله بحال كيف درت انا دابا، خليوه حتى نص ساعه، ما عندكم مناش تخافوا. اذا بعد ما تمر هذيك نصف ساعه طفيو عليه النار وما تحلوش الكوكوط، خليوه فيها حتى يبرد. بحال مثلا وجدتيه في الليل خليه حتى الصباح تلقاه بارد، ولا وجدتيه في الصباح خليه حتى العشيه. ومن بعد غادي تحل عليه وتحيدوا هكذا القريعات ديالكم. اذا هنا عندي راه ولا غير دافي، يعني حتى بردات شويه. نتوما خليوه حتى يبرد كليا، انا ما بغيتش نعطل بزاف، يعني درتو غير واحد ساعتين ونط حليت باش نكمل معكم التصوير. هانتوما كتشوفوا القريعه ديالي هنا راه مازال سخان. كتقلبوهم من بعد ما كتحلوا الكوكوط وكيبرد هذاك الماء، كتقلبوهم بهذا الشكل هذا باش كيخرج منهم الهواء وكيبقاو معقمين ومحافظين على الماكولات اللي فيهم مده طويله. كتقلبوهم غير واحد شويه ومن بعد كترجعوهم لوضعهم الطبيعي وكتحتفظوا بهم في خزانه المطبخ. تبقى معكم في الخزانه حتى مده عام كامل كيف قلت لكم، ولكن بشرط اي قنينه حليناها ودخل ليها الهواء فخصنا نحطوها في الثلاجه وما نحتفظوش بها مده طويله، فقط اسبوع ونستعملوها. نتمنى احبتي يكون عجبكم فيديو اليوم، والى عجبكم ما تنساوش كيف العاده تشتركوا في القناه وتخليوا لي لايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده ان شاء الله. خليتكم في امان الله والسلام عليكم.